بعد ما أنت تعريف للعمود المقام، العمود المقام وزاوية السقوط وزاوية الانعكاس مثل ما موجود بالشكل، أجي أعرف قانون مهم في الفيزياء، هو قانون الانعكاس law of reflection، المشتق من قبل مبدأ فيرمات. فيرمات وضع مبدأ، وإحنا تعرفنا على المسار أو طول المسار البصري ومعناه شنو. هنا وضع حالة إنه الباث لينثك between two points، إنه المسار الضوء بين نقطتين يأخذ أقل طول مسار بصري. نجي نثبت هذه الحالة شلون تصير. نفرض إنه هذا هو أقصر مسار بين نقطتين، أجي أحلل كل جزء، هذه المسافة كلها من نقطة السقوط إلى نقطة الانعكاس تكون دي. إذا كانت من هذه النقطة، من زاوية السقوط أو نقطة السقوط إلى الشعاع، نهاية شعاع السقوط، كانت كلها X. الانترفيرنس بين الشعاع النقطة يعني الشعاع اللي سقط وبين نقطة الانعكاس تكون دي ناقصا X. أجي أعرف المسار اللي هو دايركت باث كل L من نقطة A إلى نقطة B، راح تكون هذا الجزء فيثاغورس طبعا A سكوير زائدا X سكوير، والجزء الآخر زائدا B سكوير زائد D ناقصا X سكوير. إذا هو يأخذ أقل مينيمم أوبتيكال باث، معناتها دي ال على دي اكس يساوي صفر. اجي اخذ مشتقة الدي، مشتقة هذا الجزء اللي هو جذر راح يكون نص، مشتقة داخل جذر 2 اكس، هذا الجذر كله هو نص، ناقص واحد يصير ناقص نص ينزل للاسفل. اجي الجزء الثاني اللي هو بي سكوير زائدا دي ناقصا X سكوير، هذا الجزء اللي انعكس به الشعاع، احسب المسار مالته اللي راح يكون جذر مشتقته واحد على اثنين، زين مشتقة داخل الجذر اللي هي للإكس راح تكون دي ناقصا X اثنين دي ناقصا X، والنتيجة داخل مشتقة للإكس هي ناقص واحد. زين نيجي هذا الكل كرياضيات، الجذر شي يساوي نص صح لو لا، ناقص واحد يصير ناقص نص ينزل نحس. كل النتيجة الأوبتيكال أو الدايركت باث كله يساوي صفر. أجي أختصر اثنين واثنين، يبقى لي من هذا الاختصار الجزء أنقله للطرف الثاني لأنه ساوى صفر، فإكس على أي سكوير زائدا إكس سكوير باعوا من الشكل الإكس على الوتر يعني المقابل العفو على الوتر راح يساوي ساين ثيتا زاوية السقوط، وهنا نفس النتيجة المقابل على الوتر راح يساوي ساين زاوية الانعكاس. إذا كانت الزاوية صغيرة جدا مينيمم، فإذا ثبت فيرمات برنسبل إنه زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس والزاويتين تقعان في مستوي واحد، الانعكاس اللي صار على نفس المستوي. هذا إثبات لقانون الانعكاس.